إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الربيع عن البخاري رحمه الله قال: باب التحنط عند القتال. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة. قال: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم، ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط، يعني من الحنوط. ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئسما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس. هذا الباب ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثا يتعلق ببعض آداب القتال، وقد ذكر في الأبواب الماضية شيئا من الآداب ومن الأمور التي يقوم بها المقاتل من فنون الحرب وغير ذلك. فهذا الباب يذكر فيه أدبا قام به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة هذه الأمة، وأفعالهم يقتدى بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه، وكتاب الله عز وجل أثنى عليهم في مواضع عدة، وقد أفضنا في ذلك عند حديثنا في دورة الحديث. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قدوة، وقد ذكر آنفا الإمام البخاري عن أبي طلحة أنه كان يفضل الغزو على الصوم، وهنا ذكر فعلا من أفعال ثابت بن قيس ابن شماس، وهو من هو في الصحابة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. فكان ثابت رضي الله تعالى عنه يفعل هذا الفعل وهو التحنط عند القتال، وهو ملحق ببذل النفس في سبيل الله. فإن التحنط هو طلاء الجسم بالحنوط، وهو نوع من الطيب وبعض الأعشاب التي تخلط وتوضع على الميت حفاظا على جسده لفترة معينة. هذا الحنوط الذي يكون مع الأكفان خاص بالميت، وهذا دليل على أن المسلم الشجاع الحق الذي باع نفسه لله عز وجل إنما يدخل القتال وهو يعلم أنه سيقتل ويموت، لا يرجو من دخوله حياة، إنما هو قد باع نفسه لله. وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
فالتحنط للقتال دلالة على أن الذي سوف يدخل هذه المعركة إنما سينوي القتل والموت، لا ينوي الحياة وأن يخرج من هذه المعركة يستأنف حياة جديدة. وهذه النقطة تلحق بقضية الانغماس في العدو والحمل على العدو، وقضية العمليات الاستشهادية التي سبق أن ذكرناها وتكلمنا عليها بالتفصيل في لقاء سابق، ملحق به لأنه يعني أن الذي دخل الحرب محنطا قصد أن يقتل في هذه المعركة، فسواء حصل القتل بيد غيره أم حصل بيد نفسه فالقتل حاصل له لا محالة. ولا شك أن التحنط للقتال يبعث على النفس الشجاعة والإقدام، وكذلك يشجع الآخرين، فإن إخوانه إذا رأوه وقد لبس أكفانه وتحنط شعروا في أنفسهم إما بالتقصير إن لم يؤدوا ما يجب عليهم من القتال، وإما بالعزيمة على أن يفعلوا مثل فعل هذا الشخص الذي أقدم على الموت لا يهابه ولا يخشاه وإنما يرحب به وينتظره ويتلقاه. والتأسي بمن مع الإنسان في المعركة أمر هام جدا، فإن القضية النفسية في القتال لها دور عظيم. ونحن الآن نعيش في الوضع الحالي في أفغانستان أو في العراق نلاحظ أن أعداء الله يحاربون المسلمين محاربة نفسية عظيمة، فيوهمونهم أن كل شيء قد انتهى وأنهم قد قضوا على المسلمين وأنهم قد ملكوا زمام الأمور وأنهم أصبحوا هم المسيطرون، وهذه كلها أكاذيب، هذه كلها أكاذيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم، والمسلمون الحمد لله بخير وما زالوا يقاتلون وسيقاتلون إن شاء الله تعالى حتى يخرجوا أعداء الله من بلادهم أو يموتوا شهداء يموتوا شرفاء، هذا هو المظنون بهم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بضعفنا وعجزنا وخورنا في هذا الحال. فالتحنط للقتال يشابه الآن ما يفعله البعض وإن كانوا ليسوا على المنهج الصحيح ممن يسمون في العراق الآن فدائي صدام، فهؤلاء لو تلاحظون يلبسون أكفانا بيضاء كأنهم يشيرون بذلك إلى أنهم منتظرون للموت، وهذا كما قلت يبعث على النفوس الحماس والاندفاع والشجاعة ويشجع إخوانهم على فعل مثل فعلهم إن صدقوا في فعل ذلك لوجه الله عز وجل ليس لأجل شخص أو لأجل مذهب باطل وإنما في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بصورة تسمى عند أهل العلم صورة الإرسال، فالحديث عن موسى بن أنس يقول قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس، وموسى بن أنس لم يشهد هذا الوقت الذي جاء فيه أنس إلى ثابت بن قيس، وهذه الصورة تعتبر صورة إرسال، يعني هناك شيء من الانقطاع في السند. ولكن الإمام البخاري رحمه الله أخرج من هذا النوع عدة أحاديث، وهذه تحمل عند أهل العلم على الاتصال، لأن موسى بن أنس ظنون أنه أخذ هذا الحديث عن أبيه أنس لأنه سمع منه، وهذا الحديث العظيم لا
يتركه أنس رضي الله تعالى عنه ولا يحدث به ابنه حتى ليس الذي شهد الواقعة سواء كان صحابيا أم تابعيا. فالمضمون أنه أخذ هذا الحديث عن أبيه، ثم إنه جاء في بعض طرقه التصريح بذلك أنه ذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه، فذكر الحديث من رواية أنس مباشرة فثبت الاتصال من الروايات الأخرى والحمد لله. ثم يقول: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه. هذه المسألة التي أشرنا إليها في حديث نزول قوله تعالى: غير أولي الضرر، وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ الكاتب وهو زيد بن ثابت، فقلنا إن وجود فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت دليل على أن الفخذ ليست بعورة. وهذا الحديث أيضا الذي معنا اليوم مما احتج به الذين قالوا إن الفخذ ليس بعورة، لأن أنس رضي الله تعالى عنه رأى فخذ ثابت بن قيس بن شماس، فهو يقول وقد حسر عن فخذيه، فلم يغطي ثابت فخذيه، ولم ينكر عليه أنس رضي الله تعالى عنه كشفه لفخذيه، معناها أن هذين الاثنين من الصحابة لا يريان بكشف الفخذ بأسا، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها أيضا أنهم لم يصلهم ما يدلل على نسخ جواز كشف الفخذ. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، ولا نريد أن نطيل بذلك لخروجه عن مسألة الدورة أو موضوع الدورة، ولكن الجمع بين الروايات الواردة في كشف الفخذ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جرهد الأسلمي في أن الفخذ عورة هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: إن العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة مخففة وهي الفخذان، ويتساهل في هذه العورة المخففة استنادا لهذه الأحاديث التي جاءت في بيان أن الفخذ ليس بعورة بمدلولها. يقول: وهو يتحنط، وقد ذكرنا ما معنى الحنوط. ثم قال له أنس: يا عمي، ما يحبسك ألا تجيء؟ طبعا قال له يا عمي، هذا من باب الاحترام للرجل الكبير، لأنه في منزلة عمه، وهذا من باب التجوز في القول، لأنه ليس عما له، وإنما عمه هو الذي يكون أخا لأبيه، ولكن هذا يجوز أن يقال للرجل الكبير الذي في منزلة الأب أو العم: يا عم. وكذلك يجوز للرجل أن يقول لمن هو في منزلة ابنه: يا ابن أخي أو يا بني، وهذا ليس حراما كما يظن البعض، وإنما هذا ثابت وجائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لأنه مما اصطلح عليه الناس، ليس فيه ادعاء بنوة وليس فيه ادعاء أبوة ولا ادعاء نسب حقيقة، وإنما هذا من باب التجوز في القول الذي اعتاد عليه الناس. فقال له ثابت: الآن يا ابن أخي، يعني الآن سوف آتي، لأنه يقول له: ما يحبسك؟ الناس الآن في قتال، يقاتلون أصحاب مسيلمة الكذاب في وقعة اليمامة، ووقعة اليمامة كما تعلمون إنما كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكانت لقتال المرتدين. وهذا يجرنا إلى قول بأنواع القتال، فإن
القتال قد يكون مع كفار أساسا، وقد يكون القتال مع مرتدين، وقد يكون القتال مع بغاة مسلمين. فهذه الأنواع كلها تعتبر من الجهاد في سبيل الله، ولكل منها أحكام تجتمع في بعضها وتختلف في البعض الآخر. وهنا في قتال المرتدين الحكم في قتالهم أنه جهاد أيضا في سبيل الله، ولأجل ذلك ذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد، واعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله لأنه لأجل إعلاء كلمة الله، فكل ما كان إعلاء لكلمة الله فهو جهاد في سبيل الله. وسوف نتعرض لهذه المسألة في الكتاب القادم بعد كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى أو الذي بعده. يقول فقال له: يا عم ما يحبسك أن تجيء لأجل مقاتلة هؤلاء المرتدين مع من يقاتلهم من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى جميعا؟ فقال: الآن يا ابن أخي، يعني الآن سوف أذهب، ولكنه ينتظر حتى يتجهز، وجعل يتحنط يعني من الحنوط. هكذا قال تأكيدا هذا الفعل العجيب الذي فعله ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. ويجرنا هذا أيضا إلى أن بعض الأفعال التي لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت بعد عهده لا يحكم عليها مطلقا بأنها بدعة، لا بد من النظر في المقصد الذي فعلت لأجله، وهل يندرج تحت حكم عام أم لا يندرج، وهل يراد به التعبد لذاته أم لا. الأمور التي يحكم بها على الشيء هل هو بدعة أم لا. فثابت بن قيس عندما تحنط للقتال لم يكن هذا الأمر معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد وفعل هذا بناء على النصوص الواردة في بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فلا يعتبر هذا من الابتداع، ولم يتحنط قربة بذات التحنط، وإنما فعل ذلك كما قلنا ليشجع إخوانه ويشجع نفسه على بذل نفسه في سبيل الله. يقول: ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، يعني عندما وصل إلى المسلمين في القتال وجد انكشافا، يعني شيئا من الخوف والرهبة والهروب والنكوص عن القتال من البعض، فلما وجد ذلك أخذ يحفزهم ويلومهم ويقول: هكذا عن وجوهنا، يعني تأخروا وأفسحوا ويهم علينا. ثم أقدم رحمه الله وهو قد تحنط ولبس أكفانه، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول: اللهم إني أبرأ وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، كما كان يقول أيضا أنس بن النضر في قتاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: بئس ما عودتم أقرانكم، يلومهم على هذا الخوف ويقول لهم: أنتم عودتم أمثالكم ومن هو في سنكم وفي قوتكم هذا الخوف والهلع، بئس ما عودتم أقرانكم، أو في بعض الروايات بئس ما عودكم أقرانكم، يعني بذلك اللوم والتوبيخ لهم على هذا الضعف. ثم أقدم فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل شهيدا إن شاء الله تعالى، وهو مبشر بالجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل شهيدا مقبلا غير مدبر. كتب لهم النصر على مسيلمة الكذاب على الرغم مما حدث في وقعة اليمامة من قتل شديد استحر في القراء كما تعلمون في حديث سبب جمع القرآن، لأنه قد قتل عدد كبير في وقعة اليمامة التي كان فيها دولة
لمسيلمة الكذاب، فقتل فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله القراء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم جميعا، والله تعالى أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله بعدما انتهى من الحديث، قال: رواه حماد عن ثابت عن أنس، يعني رواه حماد بن أبي سلمة عن ثابت عن أنس، ليدلل على أن الحديث جاء موصولا من رواية ثابت عن أنس بمتابعة موسى بن أنس على هذا الحديث. وهو يريد أن يشير إلى أصل الحديث، لأن حديث حماد أطول من حديث موسى بن أنس، يعني حديث حماد عن ثابت. وهذا الحديث الذي ذكر جزء علقه البخاري يعني بطرف من إسناده موجود عند الحاكم في مستدركه، وفيه قصة أطول، وفيها أنه عندما قاتل حتى قتل كانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم فذكر له مكان الدرع وأنها عند فلان في المكان الفلاني، فأوصاه بوصايا فوجدوا الدرع كما قال وأنفذوا وصاياه. وهذا مما يذكر أنه الميت الذي نفذت وصيته بعد موته، وهذا كرامة من الله عز وجل له. وكان الدلالة على هذا المكان الذي هو مكان الدرع كرامة له أيضا ومنة من الله عز وجل للدلالة على منزلته العالية التي وصل إليها، والله تعالى أعلم. قال البخاري: باب فضل الطليعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. باب هل يبعث الطليعة وحده؟ قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: صدقة أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام. هذا الحديث والذي بعده يتعرض فيه الإمام البخاري لما يسمى بالطليعة، والطليعة هو الذي يبعث إلى العدو ليستطلع أخباره، وهو ما يسمى بالجاسوس، الآن يسمونه جاسوس. ويسمى الطليعة أيضا عينا، وسمي طليعة لأنه يذهب ليستطلع الأخبار ويطلع على أحوال العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب نقض بنو قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتمالؤوا مع الأحزاب على أساس أن يكونوا هم من الداخل والأحزاب من الخارج فيستأصلوا المسلمين، وقد رد الله عز وجل كيدهم في نحرهم، لم ينالوا خيرا كما قال الله عز وجل، وكفى المؤمنين القتال بإرسال الريح على الأحزاب. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار بما حصل من اليهود من نقض عهد،
انتدب الناس أي طلب منهم من يخرج ويأتي بخبر بني قريظة ويتأكد له من صحة هذا الخبر، أي خبر نقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في هذه الغزوة كما ذكر الله عز وجل قد زلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر، وكان الخوف قد أثر فيهم ودب في أنفسهم، والعدو محاصر للمدينة، والجوع قد أرهقهم، والتعب والنصب قد غيم عليهم. فكانت الحال في هذه الغزوة حال شديدة جدا، فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بخبر القوم لم يقم أحد ما عدا الزبير رضي الله تعالى عنه. والزبير رضي الله تعالى عنه كما تعلمون هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، وكانت صفية رضي الله تعالى عنه تربيه تربية شديدة وتقسو عليه أحيانا لكي ينتفع ويخرج رجلا مقاتلا قويا، حتى إنها كانت تضربه لتأديبه وترويضه وتعليمه، فيقال لها قتلت الغلام، فكانت تقول إن يلب ويهزم الجيش ذا الجلب. فكان كما قالت صفية رضي الله تعالى عنها شجاعا رضي الله تعالى عنه مقاتلا، وهو أول من حمل سيفا في سبيل الله وهو غلام. فقال الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم أنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر هل يقوم أحد آخر غير الزبير، فقال لأصحابه من يأتيني بخبر القوم للمرة الثانية، وهذا لاختبار بقية الصحابة وفي نفس الوقت لتأكيد حرص الزبير على أن يذهب هو في هذه الظروف الحالكة لكي يأتي بخبر القوم. فقال الزبير أنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة كما في الرواية الأخرى من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثلاث مرات ينتدب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيستجيب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لهذا الفعل من الزبير وبيانا لمنزلته وفضله إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. والحواري هو الصديق الخالص، سمي بالحواري لأن الحواري هو الدقيق الأبيض النقي، فالصديق الخالص الذي لا شائبة بينه وبين صديقه والمقرب إليه والمحبب يطلق عليه حواري. وهذا قول من الأقوال التي قيلت في تسمية الحواريين بالحواريين الذين هم خلص أصحاب المسيح عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير، يعني لكل نبي رجل مخلص مقرب إليه من أصحابه، وإن هذه المنزلة إنما هي للزبير رضي الله تعالى عنه. واستنبط الإمام البخاري من هذا فضل الطليعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الثناء على الزبير لحرصه أن يكون عينا للمسلمين على ما حصل من المشركين، ويستطلع لهم أخبارهم ويعلمهم بما حدث منهم. وهذا كأنه يرى أن كل من فعل ذلك استحق أن يكون له منزلة خاصة
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي عند المؤمنين. فهذا وجهة الترجمة لهذا الحديث بفضل الطليعة. ثم ذكر في الباب الآخر أمرا آخر يستنبط من هذا الحديث، وهو هل يبعث الطليعة وحده؟ وهذا السؤال جوابه من خلال الحديث نعم يبعث الطليعة وحده، وإنما أراد بذلك التنبيه على أنه ليس هناك حرج إذا كان هناك سفر أو خروج لحاجة والإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده ونهى أن يبيت الرجل وحده، ولكن الطليعة مستثنى من ذلك لأنه في حال الحاجة وحال الضرورة، وذهاب الواحد وإن كان يخشى عليه بسبب أنه وحده إلا أنه إن قتل فهو واحد قتل ليس أكثر، فهذا فيه أيضا حفاظ على أرواح المؤمنين والاكتفاء بأقل ما يمكن الاكتفاء به، كما أن الواحد يمكنه أن يتسلل ويمكنه أن يهرب أكثر من لو كان عدة أشخاص، فهذه الأمور تلحظ في هذه المسألة. هناك فائدة أيضا تستفاد من هذا الحديث، وهي بشرية الصحابة وأن منزلتهم العالية التي وصلوا إليها لا تخرجهم من حالهم البشرية، فقد وقع في نفسهم الخوف ولم ينتدب أحد إلا الزبير كما ذكرنا. وفي هذا أيضا تأكيد لما روي عن بعض الصحابة عندما جاءه أحد التابعين فقال له لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لحملناه على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض، فقال مهي ابن أخي، أو كما قال والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في النار. فمعنى حديثه أنه لا تدري هل كنت من المؤمنين وقتها أم كنت من المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا ألا نتمنى لقاء العدو، لأنه لا يدري المسلم في حال الأزمات والأمور التي تحيق بالمسلم في هذه الأحايين الصعبة الشديدة ماذا يكون موقفه، هل يثبت، هل يبقى على ما هو عليه من وعود وأقوال، لا ندري ما الذي يحدث له في وقت الفتنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وألا نكون ممن يقول ما لا يفعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. والإمام البخاري في البابين السابقين كما قلنا تكلم عن الطليعة، فضل الطليعة وما يتعلق به من حكم بعثه وحده. ويستفاد أيضا من الحديثين أن إرسال العيون والطلائع من الأمور المهمة في الجهاد، وهذه من الآداب التي تعتبر من آداب القتال والفنون التي تدخل في سياسة الحرب، وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، وتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأخذ بالأسباب ومن الحنكة ومن سياسة الحرب الضرورية. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على مثل هذه الآداب ويهتموا بها وينبروا لها ويعرفوا فضل من يطبق هذه الآداب في قتاله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري
بابا آخر بعده متعلق بذلك أيضا، وإن كان لا يقتصر على الطليعة، وهو باب في سفر الاثنين مطلقا، فقد يحتاج إلى إرسال رجلين. فقال الإمام البخاري: باب سفر الاثنين. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ما يدلل على جواز سفر الاثنين، فإذا احتيج إلى إرسال الطليعة أو إرسال العيون أو ما يسمى بالجواسيس، فيمكن أن يرسل الواحد بناء على حديث انتداب الزبير رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن يرسل رجلان استنادا لحديث مالك ابن الحويرث. وإن كان هذا الحديث ليس في الجهاد، وإنما أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه شببة متقاربون، وهم مالك بن الحويرث وشباب معه من قومه، فقضي عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة يتعلمون فيها الصلاة ويتعلمون فيها أحكام الدين والقرآن، وكانوا ليس معهم أزواجهم، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا إلى أهليهم، فأذن لهم بالانصراف. وكان أول من انصرف مالك بن الحويرث وصاحب له، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. ففي هذا الحديث إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لسفر الاثنين، وهذا يتعارض مع بعض الأحاديث التي وردت في ذم المسافر وحده والمسافرين وحدهما. ففي الحديث الحسن الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وفهم بعض أهل العلم منه أن الذي يسافر وحده عاص لله ورسوله، وكذا اللذان يسافران وحدهما أيضا يقعان في المعصية، لأن التعبير بكلمة شيطان تدلل على أنه عاص وخارج عن الطاعة. ولكن هناك من أهل العلم من قال إن هذا محمول على الزجر والتأديب وليس محمولا على التحريم، وهذا رفقا بالمسافر والمسافرين، لأن الذي يكون وحده يتعرض للوحشة، وكذلك إذا سافر اثنان فإنه لا يحصل بينهما التعاون الكامل التام. ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر للإنسان بمفرده أو بصحبة واحد فقط، فلو مات أحدهما مثلا لا يستطيع الثاني أن يقوم بدفنه وأموره، لأنه لا يجد من يعينه. فهذا هو المحمل، وهذا الحديث الذي ذكرناه الآن في الباب يدلل على جواز ذلك، وإن كان الأولى ألا يحصل. وأنبه هنا على نقطة، أن المراد الذي يسافر وينقطع وحده، وأما في أيامنا الآن الذي يسافر وحده بمعنى يركب طائرة أو يركب سيارة
ينتقل فيها مع مجموعة كبيرة من الناس هذا لا يعتبر مسافرا وحده، وإنما هو مسافر في جماعة. وكذلك الذي يسافر في الطرق البرية والسيارات أمامه وخلفه أيضا هذا لا يعتبر مسافرا وحده. هذه نقطة هامة ينظر لها وينتبه إليها، وإنما المراد الذي ينفرد وحده في البرية ليس أمامه أحد وليس خلفه أحد، فإذا حصل له شيء فإنه لا يجد من يقوم به، وكذلك إذا أراد معونة لا يجد أحدا يعينه، وأيضا ينفرد به الجن والشياطين، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو المراد بباب سفر الاثنين، أنه يجوز السفر اثنين لمن احتاج إلى ذلك خاصة في الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: الزنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. إنما نص هنا على أن يكون الإمام هو الأكبر، وأما من ناحية القرآن والعلم فهم في استواء، لأنهم درسوا نفس العلوم التي درسها الكل على النبي صلى الله عليه وسلم لاستواء المدة التي قضوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنص على أن الأكبر يأمهما لأن العلم هم فيه سواء، ولكن إذا اختلف درجة العلم فإنما يأم القوم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فينظر في هذه الحال إلى الأكبر، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى لقاؤنا القادم نبدأ بحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والله تعالى أعلم. طيب، الأخ يسأل يقول: ما هو حكم الاستعانة بالمشركين أو عند الحاجة؟ أقول للأخ الكريم، هذا السؤال أجبنا عنه عدة مرات، وهو موجود أيضا في محاضرات الدورة. إذا قمت بتحميل محاضرات الدورة فإننا تعرضنا لهذه المسألة في أثناء إحدى المحاضرات. وعلى كل حال، الاستعانة بالمشركين جائزة عند الحاجة، بشرط أن يؤمن جانبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أصعب أحواله وأحلكها وأهمها، وذلك في وقت، ولكنه كان رجلا متمكنا في الأمر الذي استعان به النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم إنه كان رجلا أمينا معروفا بأمانته. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن يستعان بالمشرك. أما إذا كان المشرك غير مؤتمن أو لا حاجة في الاستعانة به فإنه لا يجوز أن يستعان به، للمفاسد التي تترتب على هذه الاستعانة مما قد يزيد على المفسدة التي تترتب إن لم يستعن به واكتفى بنفسه، والله تعالى أعلم.